السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في قناتكم قناة حراء التعليمية في مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ مع بعض يا أولاد. أول وحدة عندي في الترم الثاني إن شاء الله سكان بلادنا وحياتهم الاجتماعية والدينية. الدرس الأول النهاردة نمو السكان وتوزيعهم في بلادنا. هنبدأ مع بعض مصر والتعداد السكاني. هنلاقي يا ولاد عندي أول تعداد تم عام 1882، ولقينا إن بلغ عدد السكان 6.7 مليون نسمة. أما تاني تعداد عندي يا ولاد كان عام 2017، أصبح عدد السكان 94.8 مليون نسمة، وبنلاحظ طبعا إن عدد السكان تضاعف 14 ضعف بين تعداد 1882 ل 2017. طيب تعالى نشوف مع بعض يا ولاد ان في عندي جهاز متخصص في السكان اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وده الجهاز المسؤول عن التعداد السكاني في مصر. اسمه ايه؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طب يا ترى الجهاز قال لنا ايه؟ لاحظ ان بتحتل مصر المرتبة الثالثة افريقيا. طيب وكمان يا ولاد بتحتل المرتبة 14 عالميا، يبقى هي الثالثة على مستوى افريقيا وال14 على مستوى العالم كله. طيب نوصل هنا سؤال المتفوقين، بيقول يا اولاد دلل تعتبر مصر من اكبر الدول الافريقيه سكانا، مستنيين اجاباتكم في التعليقات. يلا بينا يا اولاد نكمل مع بعض. هنتكلم النهارده عن اسباب النمو السكاني السريع في مصر. اول حاجه يا اولاد انا عندي الزياده الطبيعيه والزياده الغير الطبيعيه. طب هي ايه الزياده الطبيعيه دي يا اولاد؟ قال لي هي الفرق بين معدل المواليد والوفيات في فتره زمنيه معينه. أما الزيادة الغير طبيعية دي يا ولاد هي الهجرة. نبدأ مع بعض يا ولاد بمعدل الزيادة الطبيعية. احنا اتفقنا هي زيادة من معدل الفرق بين معدل المواليد والوفيات في فترة زمنية معينة. بيقول لي انتقال الفرد من مكان إقامته الأصلي إلى مكان آخر ده تعريف الهجرة. طيب الهجرة دي يا ولاد أنا عندي نوعين، هجرة داخلية وهجرة خارجية. من اسمها داخلية يا ولاد يعني بتتم بين المحافظات داخل الدولة، أما الهجرة الخارجية بتتم بين مصر ودول العالم. طيب نقف هنا على سؤال، فسر انخفاض معدل المواليد في مصر حاليا. طيب يا ولاد هيبقى أول حاجة بسبب رفع الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة والحد من ظاهرة الزواج المبكر، كل ده طبعا ساهم في انخفاض معدل المواليد في مصر. طيب هيجي لي بقى سؤال تاني بيقول لي فسر انخفاض معدل الوفيات في مصر حاليا. يبقى معدل المواليد انخفض لان الشباب بقى عندهم وعي بتنظيم الأسرة، وبقى عندنا وعي بفكرة ان الزواج المبكر ظاهرة طبعا ايه سلبية. طيب الوفيات بقى ايه اللي حصل فيها؟ هنقول طبعا بسبب اولاد التقدم الطبي والرعاية الصحية، احنا عندنا اطباء في مختلف التخصصات، طبعا ده ادى لانخفاض معدل الوفيات في مصر حاليا. طب لما يجيني سؤال يا اولاد ايه هي اسباب الهجره؟ فسر اسباب الهجره. اول حاجه يا اولاد انا بهاجر من مكان اقامتي الاصلي لمكان اخر للبحث عن فرص عمل. اتنين من اجل ان انا احسن مستوى معيشه افضل. ثلاثه انا ممكن اهاجر من مكان لمكان بغرض التعليم. نكمل مع بعض يا اولاد. طيب احنا عرفنا دلوقتي احنا ليه بنهاجر او اسباب الهجره. طيب لو جه سالني قال لي ايه النتائج بقى المترتبه على الهجره؟ اول حاجه زياده الكثافه السكانيه طبعا في المناطق المستقبله للسكان، المناطق اللي بيروح لها السكان او بيهاجر اليها. مش بس كده يا اولاد، ده انا كده بضغط على الخدمات العامه، وكمان بتظهر عندي العشوائيات. يبقى هنا لو جه قال لي ايه نتائج الهجره او مثلا يقول لي ما العلاقه ما بين الهجره والعشوائيات، هقول ان الهجره بتأدي لظهور العشوائيات. طيب تعالوا نتعرف مع بعض يا اولاد على الدول الجاذبه للسكان، يعني المستقبله للسكان، يعني اولاد السكان بيروحوا ليها. اول حاجه عندي القاهره والاسكندريه. انتوا عارفين طبعا القاهره هي عاصمه مصر، تتركز فيها جميع المصالح الحكوميه والجامعات، وايضا الاسكندريه تعتبر العاصمه الثانيه لمصر. طيب يا ترى بقى ايه يا اولاد دلوقتي الدول الطارده للسكان؟ هم عباره عن خمسه، تمام، وهم شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الاحمر، ومطروح، تمام. وطبعا يا اولاد الدول الطارده للسكان دي بنسميها محافظات الحدود. ثانيا الكثافه السكانيه في مصر. اول حاجه لازم نعرف مع بعض ما المقصود بالكثافه السكانيه.
هي النسبة بين عدد السكان والمساحة التي يعيشون بها. بنحسب الكثافة السكانية يا أولاد، بنقول عدد سكان دولة ما على مساحة الدولة نفسها. طيب تعالوا بقى نكمل يا أولاد الكثافة السكانية في مصر. قال لي أنا عندي خريطة فيها بيتوزع السكان بألوان مختلفة، فهيجي لي سؤال مهم هنا يقول لي يختلف أو تختلف الألوان في خريطة توزيع السكان في مصر. هقول له طبعا بسبب اختلاف الكثافة السكانية. أنا عندي كام لون يا أولاد؟ عندي ثلاثة. أول لون طبعا يا أولاد، أول لون زي ما أنتوا شايفين هو اللون الأحمر، بيقول لي بيمثل اللون المناطق المزدحمة جدا بالسكان، وزي ما أنتوا شايفين في الخريطة هلاقيها موجودة قدامي في القاهرة والجيزة. طبعا القاهرة لأنها عاصمة مصر، وأيضا الجيزة المناطق دي مزدحمة جدا بالسكان. طب تعالى نشوف اللون اللي بعده اللي هو اللون البرتقالي، ده بيمثل اللون ده المناطق المزدحمة بالسكان. يبقى الأحمر مزدحمة جدا، أما البرتقالي هو المزدحمة بالسكان، زي الشرقية، الفيوم، بورسعيد، الإسكندرية، طبعا مناطق الإيه؟ مناطق الدلتا. تالت لون عندنا يا ولاد اللي هو اللون الأصفر، وده بيمثل طبعا يا ولاد مناطق نادرة السكان مثل محافظات الحدود اللي قلناها من شوية الصحراوية. يبقى أنا عندي مزدحمة جدا أحمر، مزدحمة فقط اللون البرتقالي، اللون الأصفر نادرة السكان. نكمل مع بعض يا ولاد. هيقول لي فسر ارتفاع الكثافة السكانية في محافظات الوادي والدلتا. هقول له أول حاجة يا ولاد السكان بيرتفعوا جدا في المناطق دي بسبب توافر المية العذبة والتربة الخصبة طبعا اللي بتساعد على الزراعة، وزي ما احنا عارفين ان اي منطقة فيها زراعة هيبقى ايه متركز فيها سكان. تاني حاجة يا ولاد استواء السطح وكمان توافر الخدمات وسهولة المواصلات. طيب تعالى نشوف مع بعض فسر انخفاض الكثافة السكانية في المحافظات الصحراوية. احنا لسه قايلين من شوية اولاد دي محافظات الحدود، يعني موجودة في الصحراء، اذا بتنضر فيها المية العذبة يبقى ما فيش زراعة. اتنين عدم استواء السطح، انا عندي جبال وهضاب يا اولاد، كمان بالتالي عندي نقص الخدمات مثل محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء وايضا محافظة الوادي الجديد. يعني الإجابة يا أولاد اللي احنا جاوبناها في ارتفاع الكثافة السكانية في محافظات الوادي والدلتا بنجاوب عكسها في انخفاض الكثافة السكانية في محافظات الصحراوية. يلا بينا يا أولاد نكمل. بيقول لي وضح جهود الدولة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا. الدولة عملت لي ايه؟ أول حاجة عملتها لي استصلاح الصحراء، بدأت تحول الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية. ايه كمان؟ بدأت انها تبني مدن جديدة زي ما انتوا شايفين قدامكم يا اولاد. ثلاثة، بدأت انها توفر الخدمات في محافظات الحدود الصحراوية. وعندنا دلوقتي يا اولاد سؤال المتفوقين بيقول لي ما العلاقة بين الهجرة والعشوائيات؟ مستنيين اجاباتكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.